يواصل معرض الجواهر العربية 2022 إبهار زواره في يومه الثاني في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الإسخير. نعم، ويقدم المعرض فرصة لمشاهدة مجموعة واسعة من أبرز العلامات التجارية الرائدة في صناعة وتصميم المجوهرات الفاخرة التي تنتمي لأكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى منافذ خاصة بسوق الذهب البحريني ومناطق لعرض الساعات ومنتجات اللؤلؤ والمجوهرات المشهورة، حيث خطف اللؤلؤ البحريني أنظار زوار المعرض الذي يشتمل أيضا على سوق الذهب البحريني التقليدي ومناطق مخصصة لعرض الساعات ومنتجات اللؤلؤ والعديد من المجوهرات المشهورة من المصممين البارزين والجدد.